مستمرين معاكم مع بوصلة علاقتنا بأبنائنا، واليوم راح نتكلم عن تمرد الأبناء. أولاً خلونا نتفق أن تمرد الأبناء هو الخروج عن القوانين، رفض السلطة، رفض الأعراف، والخروج عنها بصورة تكون مستفزة للكبار. ليش؟ لأن الطفل ذكي ويعرف شلون يستفزك ويكون عنده رد فعل عليك. لما أنا أتكلم عن التمرد، خلونا نكون واضحين، بداية شعور الطفل بالتمرد ترى قد تبدأ من عمر سنتين، ولكن أول ما يبدأ الطفل يستوعب ويبدأ يتحرك ويتكلم ويتواصل مع عالمه الخارجي، أبدأ أوضح الأساسيات من الاحترام بالتعامل. أبدأ يكون هناك هذا الكبير يتكلم لازم أسمعه، لما يخلص أرد عليه، لما أحد يكلمني أنتبه وأطالعه وهو يتكلم، لما حتى أبي أقول أنا ما أبي شيء أعلم الطفل الأساس بالاحترام، كيفية رفض هذه الأوامر وكيفية رفض هذه الاحتياجات. إذن بداية التمرد تكون من بداية تواصل الطفل مع عالمه الخارجي، لما نعلم الأساس بالاحترام في العلاقات الاجتماعية. أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية إليكم. بداية التمرد عند الطفل لما يبدأ يتوسع معاه، أحتاج أنا كولي أمر أني أستوعب في عمر 3 إلى 5 سنوات شنو الأشياء اللي تخلي طفلي وده يتمرد. أولاً ممكن يكون رد العدوان بالعدوان، أنت معصب علي؟ أنا أرفض رأيك. أنت قاعد تضايقني؟ أنا أضايقك وأتمرد على قراراتك. أنت تزعجني؟ لما تكون في جمعة عائلية راح أحرجك وما راح أستجيب للطلبات اللي أنت تبيها. فبالتالي نلاحظ أن هني تمرد الطفل عليك كولي أمر هو من باب رد العدوان بالعدوان، فيكون الأفضل أني أنا أحتوي، ومسبقاً أنا أعلم أن الطفل ما يتقبل القرارات الغاضبة السريعة بصوت عالي يحرجه، كرامته عنده وايد مهمة. فبالتالي قدام الناس لما أي أطلب منه، ونكون متعودين على هذه الطريقة من البيت، نحاول نكون في عندنا ثبات بالتواصل مع الأطفال. اللي يصير داخل البيت هو اللي يصير قدام الناس. ليش؟ عشان الطفل يستوعب أن وجود هذول الناس هو وسيلة ضغط عليك، فيبدأ يتمرد عليك بوجودهم، لأنه فاهم أنك راح ترضخ لرأيه إذا تمرد بهذه الطريقة. نلاحظ بعض أولياء الأمور لما يكونون في المجمعات التجارية ويرفضون شراء شيء للأطفال، فإن الطفل يتمرد على رفض هذا ولي الأمر ويرد عليك بأعصاب وغضب وصراخ، وقد يتمدد على الأرض من باب التمرد على رغباتك، من باب التمرد على قراراتك وقوانينك اللي تفرضها عليه، وهو يعلم أنك راح تنحرج إذا كنت في مكان عام، فيتمرد عليك بالوقت المناسب. لازم احنا نفهم هذه الآلية بالتعامل مع الطفل، ويكون عندنا ثبات بالعلاقة معه واستمرارية. أحياناً قد يتمرد الطفل لحماية ذاته وشخصيته وبرستيجه الاجتماعي قدام الآخرين، لما يكون بين الأطفال وتقول له يلا يا حبيبي انتهى وقت اللعب، يجب أن تذهب الآن إلى دورة المياه تقضي حاجتك الحين، ولأنه يعتقد أنه هو كبير فبرستيجه قدام الأطفال أحرجته لما قلت له اترك اللعب وروح، فيقول لك ما أبي، وقد يرد عليك بطريقة متمردة ما فيها احترام لولي الأمر. ليش؟ لأنه يبي يثبت أنه كبير. هني هو قاعد يتمرد عليك لأنه يبي يحمي ذاته، يبي يحمي شخصيته وبرستيجه الاجتماعي قدام أقرانه، لأنه هو يعتقد أنه هو كبير ومن حقه أن يكون محترم أمام الآخرين. أنا فهمت هذه النقطة عند الطفل، فأحاول أني ما أصطدم معه فيها، لما أي أوجهه لقضاء الحاجة ممكن أتوجه له بصورة هادية وأقول له بإذنه أن الحين صار وقت كذا، إيش رأيك نروح بسرعة ونرجع عشان تقدر تكمل لعب. طريقتي شلون أوجه له الحوار وأوجه له الطلب وأنا أعلم شنو احتياجه، راح يخليني أمنع عنده رغبته بالتمرد على قراراتي، وأساعده أنه يلتزم بالأشياء اللي أنا أبي أسويها. مهم جداً لنا كأولياء أمور نعرف خصائص المرحلة العمرية اللي يمر فيها الطفل حتى نستطيع نتعامل معه من خلالها. بعد الفاصل مستمرين وبوصلة علاقاتنا مع الطفل. رجعنا معاكم مع ذخر، بوصلة العلاقات والتعامل مع الطفل الذي يميل إلى التمرد. خلونا ناخذها بمثال آخر. أحياناً قد يتمرد الطفل لجذب الانتباه، يكون هذا الطفل داخل البيت مهمش وما يحس أنه هو وايد مهم، فلما نتيون في مكان عام وأمام الناس الآخرين يبدأ يتمرد على قراراتكم ورغباتكم حتى يلفت انتباهكم وتعطونا الأهمية والأتنشن كله يكون حقه.
قاعدين في مطعم كلكم الكبار تتكلمون وهو ما حد قاعد يكلمه، مهمش وموجود على الجانب ما حد قاعد يتشارك معه شيء في هذه الطلعة العائلية. نلقاه يبدأ يتمرد على أي شيء تحطونه على الطاولة وأي شيء تتكلمون فيه حتى يجذب انتباهكم ويخلونكم تركزون عليه. بهذه الحالة نتعامل بهذا النوع من التمرد إن إحنا نعطي الطفل بعض الاهتمام حتى يكون جزء من تواصلنا الاجتماعي في هذه الطلعة العائلية. أيضا من جهة أخرى نلاحظ أحيانا الطفل يتمرد على رغبة أولياء الأمور حتى يكون في جانب لحماية الذات وجانب من العنف الجسدي اللي ممكن يتعرض له. يلعبون بالحديقة وصار شيء فيسمع نداء من داخل البيت، يلا تعالوا دخلوا داخل، وهو عارف إنه غلطان، عارف إنه إذا دخل راح يتعاقب، فتلقاه يتمرد على نداء الأهل ويتمرد على طلبهم منه للدخول إلى داخل المنزل. رفضه لهذا الطلب وتمرده على هذا القرار يكون نابع من رغبته بحماية ذاته. أغلب الأطفال المتمردين لا يتمردون لمجرد الرغبة بالتمرد والخروج عن القوانين، غالباً نلاحظ أن أولياء الأمور متسلطين في تعاملهم مع هؤلاء الأطفال، يقمعون حرياتهم ويسمحون لهم أنهم يتكلمون ويعبرون عن رأيهم، يهمشونهم في كثير من عمليات التواصل الاجتماعي. في أي تجمع عائلي هذا الطفل ما له أي قيمة، ما له أي وجود، طول ما هم قاعدين مع بعض الأم والأبو يتكلمون والطفل ما له علاقة بهذا الحوار، ما يشاركونه معاهم. لما يبونه يلعب يوفرون له كل الأدوات ويقولون له يلا العب بروحك، ما في أحد يتشارك مع اللعب، فنلاقي هذا الطفل المهمش يلجأ دائما للتمرد ورفض القوانين والخروج عن الأعراف حتى يلفت انتباهكم ويجذب نظركم له. أيضا وجود قدوة مهمة في التواصل والاستجابة للأوامر وتطبيق القوانين والالتزام فيها، هذا جزء مهم في حياة الطفل. إحنا متفقنا أن أبنائنا مرآة لنا وأن الأشياء اللي إحنا نسويها هم يعكسونها دائما، فبالتالي نجد أن بعض الأطفال يتمردون على القرارات لأنهم يشوفون أن إذا اختلف الأب والأم والأم تمردت على قرار الأب فإن الأب يرضخ لرغبة الأم وتمشي كلمتها، فالطفل لأنه ذكي يلاحظ هذه القدوة الوالدية بالتعامل فيكتسب نفس الوسيلة، يعتقد أن إذا تمرد راح تمشي كلمته، فبالتالي تكون الطريقة الأسهل حقه أنه هو يتمرد. لذلك وجود قدوة مهمة ملتزمة جانب مهم جدا لهذا الطفل. أيضا نلاحظ أن تشتيت الطفل بعدة أوامر بذات الوقت قد يخليه يتوتر وما يعرف يتصرف فيلجأ للتمرد. إحنا قلنا مهم نعرف خصائص المرحلة العمرية، متى يستجيب لأمر من طلب واحد من طلبين من ثلاث طلبات، وشلون نتعقد معاه بطلب الأوامر حتى ما يتشتت الطفل ويلجأ إلى التمرد. أيضا جزء مهم من تمرد الأبناء هو التمتع بالتربية الحديثة وجزء من الصداقة الوالدية. توصل الصداقة الوالدية أن ينادي أمه وأبوه بأساميهم وما يستجيب لرغباتهم من باب أن احنا أصدقاء وحليوين مع بعض. خلونا نركز أن هناك اتزان في تربية الأبناء، وإن كان هناك نوع من الميانة والصداقة الوالدية لابد أن تكون بحدود مع حفظ الألقاب وحفظ الحدود بالتعامل معهم. في وقت نضحك ونلعب فيه وفي وقت تتغير نبرة التعامل وتتغير الطريقة والآلية، يجب أن تكون ملتزم بالقرارات والقوانين. هذا من اللي يفرضه ومن اللي يحدده؟ أنت يا ولي الأمر. متى ما كنت ملم بخصائص المرحلة العمرية اللي مر فيها الطفل فأنت عارف متى تدربه على اكتساب القرار، متى تشاركه باتخاذ القرار، ومتى تلزمه باتباع القرار بدون مناقشة. هناك اختلاف في تربية الطفل، كله يعتمد عليك يا ولي الأمر. أنت اللي تأسس طفل متمرد منصاع وغير قيادي أو مرن وذكي يعرف كيف يوزن الأمور. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم مع ذخر، انتظرونا في حلقات قادمة، والخير بقبالكم.